11 زائد 12 زائد 20 زائد 55 ناقص 77 زائد 22 زائد 22 زائد 22 ناقص 80 نتيجة. نتمنى ان شاء الله في القريب العاجل مثل هكذا نشاطات لتنمية قدرات اطفالنا ونخبة ولاية جلال فكريا وثقافيا ورياضيا. اتسمت يعني بالمشاركة القوية والمنافسة بين المتسابقين، وان شاء الله باذن الله عز وجل هذه الطبعة الاولى، ورانا نفكروا بعد نجاحها باذن الله ان شاء الله تكون طبعات اخرى اكثر وافضل واحسن. هذه الاولمبياد واليمد الوطني للحساب الذهني ليقام اول مره بولايه ولاد جلال بمشاركه اكثر من مشاركه 6 ولايات واكثر من 50 متشارك، عرفت مستويات متقاربه وتنافس قوي ما بين الاولاد. حصلت على المرتبه الاولى في فئه الكبار، وهذا شرف لي ولوالدي ولولايه بورتبورت.